السلام عليكم ورحمة الله. كيف تجدي معكم من خلف الشاشة؟ وأهلا وسهلا فيكم في آخر حلقة من دارك سولز. كنترول بالله دقة حزينة. أعتقد هذه خلقة بتكون دقة حزينة كفاية. وأعتقد برضو مطاقتنا مع البوس دقاتها راح تكون حزينة بما فيها الكفاية. بس أبغى أوريكم حاجة أخيرة. طبعا يفترض إذا أنتوا كملتوا القصة هذا يروح يذبح البنت اللي هناك اللي احنا انقذناها. يفترض، لكن كويس ان عندي ما اذبحها. قلت لكم الظاهر لازم تشتري كل حاجة من عندها علشان تكمل القصة. الظاهر ما نتأكد. بس بقي منطقة صغيرة، منطقة كذا بسيطة اوريكم اياها. ما هي صغيرة مع صح لان نروح عليها غثة، لكن نقول ان شاء الله انه الحظ اللي سالك معي من الصباح يكمل حتى اللحظة هذه، حتى الحلقة هذه، علشان ايش نوريكم المكان هذا وبعدين نخش على الفاينل بوس ونتوكل على الله. تمام. فبس انه في حاجة اخيرة، بس خلنا نطور السلاح لان انا حتى ما ادري هل عندي الاغراض تخليه تطور من 10 إلى 15، لكن في حال انك كنت تستفسر لانه انا ما بقيت لكم اياها يمكن. طبعا مو كل حاجة تاخذها، مو كل امبر تاخذها تعطيها لاي واحد. زي ما قلنا في بعض الاشخاص بيشوف الامبرز هذه معك ويقول لك انت معك امبرز، بعدين يقول لك فانشون مو انا، ما انا ما اعرف استخدمها، شوف احد غيري. فانت تذكر انك تقريبا في أربعة أو خمسة ما نتأكد، أربعة بلاك سميثز حددين، اوكي، بامكانك تروح عندهم وتخليهم يزبطونك. فتروح عند كل واحد وتكلمه وتشوف مين ياخذ منك الحاجه هذه عشان تطورها. الحين هو اخذ مني الفيري لارج امبر واللي قلنا ان هي تخلي تطور السلاح من 10 الى زائد زائد 15. زي تلاحظون الحين بامكاني احول زواي هاندر من زائد 10 الى زائد 11. طبعا انا اللي جيت ابغى احول، ابغى انقل من 5 ل 10 لازم اخش هنا موديفاي اكويبمنت مور رينفورسمنت، لان احنا طورنا الويبن خلاص صار بلس 10. لو جيت هنا ما راح تلقى، شفتوا مرينا على على مكان زواي هاندر ما طلع من زواي هاندر، راح تلقاه هنا. فمن هنا بتعطيه بلس 11 تلقاه اختفى من القائمة هذه ورجع طلع في القائمة العادية. فبتيجي هنا تشوف هنا زواي هاندر رجع لك، بإمكانك تلفله لين زائد 15. فأنا راح أضيع كل اللي عندي، مع أن أدري أن هي غلطة شنيعة، لكن تلاحظون هنا علشان أرفع من 14 إلى 15 لازم تايتنايت سلاب، فبنخليها. تمام. كذلك الارمر، بس انه المشكله انه يعني اوكي ممكن كمان حبه حبتين بس يعني احنا في النهايه داخلين على شو اسمه الفاينل بوس وما نبغى نتوهق، نبغى نخش كذا ونمر في السليم. منطقتنا الاخيره لازم نروح لها عن طريق Chamber of the Princess. صح انا ذكرت حاجة، انا كويس اني ذكرت حاجة، لكن ما ادري هل هم يودونا من هنا ولا لا. انا بس معلش الحلقة هذه ممكن تكون طويلة، بس يعني انه خفيفة يعني كمحتوى. انا ابغى اوريكم بس كذا شغلة وانتهى. فبنيجي من هنا ابغى ارجع انا للمنطقه اللي احنا دخلنا لها من البدايه، تذكروا اللي هي اللي السجن اللي كنا فيه. فيس ابغى اروح انا ارجع له، لانه صار معي الايتم اللي يسمح لي اخذه من سنقلي الشخص الظريف هذا، خلنا اوريكم اياه. واعتذر مره ثانيه ما وريتكم شيء هذا لنهايه اللعبه، فاللي قاعد يلعب اللعبه ويتابعني فاقول له معليش يعني صراحه فوتت عليك الحاجه هذه سامحني. ارجع اقول التركيز كان كله في القصه، ما كنت مركز اني اطلع حاجة اكثر من القصة. ليش كيف؟ غريبة لم تزبط معنا. احلى شيء انه الملابس اذا فيه حديد ولا اذا فيه كذا حاجات تخشخش تسمع الصوت. شوف هنا هذا صاحبنا اللي كلمنا وسمحنا عثونا عنه. لاحظون انه هو بيبدأ يبيع لك الحاجات هذه. تالي عندي يبيع لك ديفاين بليسنج، عنده حبة واحدة بس، وآي اوف ديث ثلاث حبات، هيومانيتي يبيع لك عنده 28 حبة، أو سوري احنا عندنا 28 حبة، وتوين هيومانيتي. فهذا جدا كويس انك تاخذ من عنده الهيومانيتيز، و
وتلاحظون ان عندنا شو اسمه الوجوه الثلاثه اللي تكلمنا عنها. طبعا عندنا الوجه هذا, لكن هذا الوجه الثاني اللي كان يزود لك الاتش بي, وهذا الوجه الثالث اللي هو اللي يرفع لك الاكوبمنت لود. علشان كذا انا قلت لكم انه لا تذبحوه او يعني لا تحرشوه لانه راح يفيدك بعدين. انا ما ادري ايش صارت عندي 20 شربة بس اوكي انا مستانس عليها, انا راضي فيها. ظهر علشان المنطقة الاخيرة. طيب بسرعة يا فهد, بسرعة يا فهد, بسرعة يا فهد, الحلقة هذه تكون خفيفة كده وسريعة على امل. ياها ياها يمكن عشاني أثقل حبة. طيب أوكي أوكي آسف, أنا آسف, نرجع نحاول من جديد. المرة بحاول أركض ونط, يعني ما متعود أسويها كذا بس نحاول. أوكي أخيرا, أنا ما أدري ليش الموضوع تطلب مني أكثر من مرة أني أحاول صراحة. شيء يقهر العادة يعني أضبطها من أول مرة, لكن المرة طولت. لكن كله سبب. طيب لا تقول طيب. كشخاتنا البلة. طيب بعد لا تقول طيب. يعني شيء نفتك من ذولا. لو جيت هنا تلقى أحد يكلمك. هذا يقول لك أعطيني شيء دافي أو أعطيني شيء ناعم. طبعا في قائمة راح أحطها لكم تحت, قائمة الحاجات اللي أنت أعطي له إياها وإيش يعطيك لها, يعني إيش يعطيك لها مقابل. حلو. في أحد الحاجات اللي جدا مهمة هي الحاجتين هذه. أول شيء إذا أعطيتها هذه, وهذه تعتبر أحد الحاجات اللي هي ناعمة, وهذه الثانية طبعاً عشان تضيع تطلع نور فتعتبر من الحاجات الحارة. طبعاً هي الفكرة المفروض أنك تحط الأغراض هنا ثم تروح تقعد في البونفاير ثم ترجع مرة ثانية فهي مشوار, فالاختصار الأكبر أنك أنت تسوي كويت جيم بعدين ترجع. فمجرد ما تسوي كويت جيم طبعاً تحط تسوي دروب للحاجات عندك إن شاء الله. فمجرد ما نحط سوي كويت جيم طب وين أغراضي يا حرامي؟ ولد أيوة زرافنا تستهبل. طيب الأغراض موجودة ولا راحت؟ وات؟ لا تقول أحد. وات؟ طب عطتك اياها انا. اوه نو, لا تقولي لازم احطها جوا جوا جوا. انا ما اذكر كان لازم احطها جوا جوا, يعني حلو مقبول. اوه نو اوه نو. Come on, Snuggly. ليش جبت العيد أنا؟ شو سويت؟ شوف هي حاجة من الثنتين, يا أما لأني حطيت المحبة بعيدة شوي, مع أنه برضو المفروض حتى أن حطيتها بعيد المفروض ما تروح. يعني دقيقة يا عيال أنا رايق لكم شوي, يعني حتى لو حطيتها بعيد شوي المفروض ما تروح. فهي حاجة واحدة, يا أما أنه أخذها بس عشان يعطيها حبتين فما رجعني شيء, يا اما في حاجه غلط. ليه
ليه الحظ السيء هذا؟ ليه؟ اوكي انا ما ادري هو حظي ولا حظكم، ما ادري وين المشكله كانت. اللي يعرفون المشكله يقول لي ايش سويت بالضبط. ابغى اعرف صراحه، انا ما ليه. عموما شو اسمه قطعه الراس اللي اخذناها، لو انت حاطها لو انت حاطها وحطيتها عند سناجلي واخذتها، قطعة الراس طبعا تنور، يعطيك خاتم. الخاتم هذا اذا لبسته عند اخت كويلاك تبدا تكلمك، وهذه الحاجه للاسف فاتتنا زي ما انتم لاحظين. يعني الحظ الجميل واللعبه اللي قررت من نفسها ومن راسها انه ما تعطينا حاجه، مو هنا يا فهد. داتر اوف كيس اللي قررت كذا، فان شاء الله يعني سناجلي زرفنا زرفه محترمه بصراحه. زرفنا يعني زرفة من اللي يحبها قلبك. ف نرجع لمشروعنا الأساسي. يبدو أن اللعبة علقت. لعب كويس. مشروعنا الأساسي كان طبعا هذا صح، أنا نسيت أقول لك من إذا كلمته يبدأ يبيع لك حاجات، يبيع لك حاجة تافهة أعتقد قلت لكم، يبيع لك حاجة تافهة ويطور لك البايرومانسي. والحين إلى المكان الجديد، ما هو جديد أنا قلت لكم عنه، بس الحين بنروح نخش له نستكشفه معاكم. هناك تلاحظوا شو اسمه الشيء اللي لمع اللي هناك ذاك، شو اسمه اللي هو عصا الخشب الكبير اللي اللارج كلاب. فاذا حاب تروح تاخذها تفضل، راح اخذها لوحدي، لا تدخلني في الموضوع. طبعا زي ما انتم شايفين تقعد تمشي ماسك اليمين لين تلقى الخشب اللي هنا. طبعا هناك في مكان برضو فيه اغراض بامكانك تذبح الديدان، والديدان اذا ذبحتهم ينزلوا لك حاجات جدا كويسه، فروح اكتشف بنفسك. انا ما اذكر ان في غرض جدا مهم هناك، فعشان كذا ما راح اروح، وراح نتجه هنا على طول. بس اشيل السم هذا لانه منرفزني. The Great Hollow، الفتحة الكبيرة أو حاجة زي كذا، وهي اسم على مسمى، أو الفوة الكبيرة أو حاجة زي كذا، الفراغ الكبير أيا كان يكون. المكان هذا من أكثر الأماكن تعقيدا، ومن أكثر الأماكن لحسة، واللي ممكن بدون تدخل أي مخلوق أو أي وحش أوكي يخليك تموت. لأنه زي ما أنتم لاحظين هذا المكان، إحنا مكاننا تحت أوكي، بس شوف كيف الوضع سيء. يعني شوف في البداية مهد لك الطريق زي اللي قاعد يقول لك تعال من هنا ثم تعال من هنا ثم تعال من هنا، بس بعدين خلاص يترك، عرفت، يسيبك مع نفسك. أنا طبعا ما أتذكر المكان كويس، إنما ذاكرتي كانت نوعا ما محدودة. طبعا انت طبعا تقعد تتشقلب عشان تاخذ حاجات. طبعا هذول المخلوقات اللي المفروض احنا نواجههم من بدري، اللي انا ما احبهم، اللي هم الضفادع، ولا اقول لكم اللي هم ما احبهم لانهم يسوون لك كيرس، كانوا موجودين في الدبث وسحبنا عليهم. يعني كويس انه ربنا ستر وما خلاني انزل واتفاهم معاهم، لكنهم يعني جدا مثرين وانا ما احب اتعامل معاهم بصراحه. يعني ما احب المره زي ما انتم ملاحظين، شغله واحده بالغلط
موضوعك انتهى. طبعا انا تشقلبت صح لكن طلعت فيه خشبه في وجهي ف جابت العيد. فالمكان هذا انا يعني ما راح اقدر اعطيك كذا يعني طريق واضح شلون تنزل من عنده، لكن انا اقول تشقلب شقلب شقلب مو شقلب يعني انقلع يعني، لا تقعد تشقلب لين تضبط معك. فجأة مره من المرات كي تلقاك نازل عند حاجه معينه، عرفت؟ كويس ان انا يعني سويت له برضو. دائما تنتبه من موضوع الكيرس، اي يسوي لك كيرس لانهم جدا غثيثين في الموضوع هذا. تلاحظ يعني في شيء يقول لك انزل، في شيء يقول لك لا. انت طبعا تقعد تجرب. انا والله حاليا نفسي ماني متذكر بصراحه شلون النزله تيجي، لكن بنحاول ناخذها حبه حبه. تلاحظون هنا يبدو لنا كانه مكان آمن. هنا هذا في طريق طبعا هو بيلف بك، اعتقد ننزل من هنا اسرع هنا بعدين بياخذ كذا. في احد منهم فيها درج اي هذه او سلم مع صح. طبعا في اغراض هنا جدا كويسه بس خيسه عشان تجمعها. يعني احنا نتكلم عن دراجون سكيلز، دراجون سكيلز اللي تعتبر حاجه مهمه في انك تطور اغلب الاسلحه المميزه. الأسلحة اللي ناخذها من الوحوش تعتبر أو تصنف تحت الدراغون سكيلز، قليل منها يعني اللي تستخدم دراغون سكيل للتطوير، وقليل منها تستخدم التوينكلي. مو قليل يعني، خلينا نقول كذا وكذا، أوكي؟ علشان فهد ما يطلع معلوماته خاطئة، على الأقل تطلع إيش تقريبية، فنص ونص. في شيء يعتمد على التوينكلي تايتانايت، وفي شيء يعتمد على ال دراغون سكيل. هنا في درج ثاني. لاحظوا لا تفهوا، تلقى هنا نزلة طويلة تنزل من هالنزلة هذه. طبعا بيستقبلوك هنا حقون الكيرس. ارجع اكرر، حاول انك انت ايش تحاشاهم، لانه ان جاك كيرس ف الوضع راح يكون مزري. طبعا من حسن حظنا ان احنا جينا المكان هذا شوي وحنا ملفلين يعني ومظبطين امورنا، درعنا كويس، سلاحنا كويس، الشخصية ملفلة كويس، ولا يعني هذولا ترى ما راح يموتون من ضربة واحدة. يعني في باقي الأسلحة الثانية أنا أعتقد يعني إذا ما كان سترينج وأسلحة كبيرة راح ياخذون أقل شيء ضربتين لين يموتون. وإذا بالذات إذا أنت جاي يعني في أول اللعبة فراح تتعقد زيادة. هنا عاد يبدأ تبدأ الصعوبة. المشرومات الكبيرة هذه اللي هي تعتبر إيش يعني، أنا قلتهم شو اسمه، ألم في أسفل الظهر بس بالإنجليزي يعني. أنا قاعد أقول لكم إياها بالعربي بطريقة كذا مؤدبة. طبعا مو بهذول اللي نخاف منهم، عرفت؟ الكبار هم اللي نخاف منهم، اللي راح نواجه منهم اثنين. هم موجودين في الغابة اللي احنا رحنا لها، تذكرون يعني إن حبيت تحارشهم فما راح يكون يعني يوم ساعدك، عشان كده دائما حاول تتحاشى. هذا بصراحة تحركاته تنرفز وكل شيء فيه ينرفز. دائما تحاشى البوكس، نصيحتي منك سوي اللي تسويه بس تحاشى البوكس، وانتبه ترى احيانا يشبكها بضربة ثانية يعني. حتى الصغير هذا يعني لا يغرك. خلصنا من واحد، باقي اللي بعده. الو، لحظة انا ما اذكر كنتوا ثلاثة، خبروا انكم اثنين. الامتحان اذا صاير. عموما انا لسلامة التختيم علشان ما يطول راح اسحب عليهم، راح اكمل مشواري. كذا نكون احنا تخلصنا من الشجرة الطويلة، من الفوهة الكبيرة، ودخلنا منطقتنا الجديدة، احد اجمل اللي اسمها الاش ليك، احد اجمل المناطق في اللعبة. يعني انا يعني صحيح اني ما قد دخلت منطقة ووريتكم وخليتكم
تتفرجون في المكان، بس يعني يكفيكم الساونتراك اللي يشتغل فجأة واللي يعطيك نوعا ما هيبة. المكان هذا اللي يركز اوكي راح يعرف وين شفناه قبل كذا. مكان جدا جميل، عبارة عن بحيرة يسموها الاش ليك. راح نمر فيه هنا بونفاير تاخذها لسلامتك عشان لو مت ولا حاجة. في المكان هذا راح تلقى تو هايدرا، واحد راح يكون من الجهة هذه بس انا ما ادري ليش ما طلع لي حاليا. المفروض في واحد جهة اليمين وفي واحد جهة اليسار، بس ما ادري ايش اللي صار، في واحد بس على اليسار. يمكن جلتش او شيء صاير غلط ما ادري. عموما انا بصراحه ما ودي اطال معهم. بس ابغى اوريكم ان هناك في حاجه باكم تاخذونها اللي هي الدراغون سكيل. يعني احنا فوتنا حاجات فوق كثيره بس ما نجي نفوت اللي يعني نقدر عليها، عرفتوا؟ طبعا في جلتش هنا بامكانك تذبح، يخليك تذبح الهايدرا على طول. اللي هو انك تفك سبرنت على الجهه الثانيه، بس طبعا انا ما قد ضبط معي ولا مره، ما قد ضبطت معي ولا مره. تيجي تقعد تركض هنا وما ادري تجيهم ثم ينطون من الجهه الثانيه او انت تطيح. انا كنت قاعد اركز فيهم ونسيت نفسي وجبت العيد. ليه ما انا فهد ما قاعد في البونفاير صح؟ ممتاز، معناها راح يخوض المشوار هذا كله من جديد. متأكد انه نقعد هالمرة؟ طيب، آسف على الانقطاع اللي صار، طبعا بالنسبة لكم ما صار انقطاع بس بالنسبة لي صار انقطاع. طبعا بعضكم يمكن يستفسر كذا ويستغرب انه ليه الدقة اللي كذا تحس انه فيها جبروت كذا، تحس انه فيها قوه، عرفت؟ تحس انه في كذا وراها شخص رهيب. هل راح تردون وتسوون الجلتش؟ ما اسوي شيء. تذكرون احنا اخذنا دراجون سكيل واحده، هنا اعتقد الثانيه دراجون سكيل. اذكر يعني المكان هذا مليان دراجون سكيلز. اذكر انه فهد ينتبه لي هذول برضو اذا ذبحتوهم راح يعطونكم دراجون سكيلز. الجلتش صار، الجلتش صار. بس ما مات. اوكي، صدقون اول مره يصير معي. بس انهم ما ماتوا، راحوا الجهه الثانيه. فعليا اول مره تصير معي. سلام. يعني شوف كم مرة لعبت اللعبة وكم مرة دخلت المكان هذا. هذه أول مرة تصير معي. أنا سمعت إنهم ينطون ثم يضربون في حافة، في الحافة هذه اللي هناك اللي ورا، يموتون بسببها، لكن إنهم ينطون ويروحون للجهة الثانية هذه جديدة بصراحة. أعتقد إنه هذا كان السبب الأساسي في فكرة إنهم هم ينطون من مكان لمكان. شيء جميل، شيء جميل، يعني حاجة جديدة شفناها أنا وأنتم. ليش لا؟ طبعاً هنا في مكان سري لا تفوتونه. ما أذكر إنه فيه شيء يستاهل. لا صح فيه صح. تبي لا تطيحون من هنا عشان إذا طحت
راح يموت. أعتقد هنا في شيء. معقولة تعديته؟ الكاميرا بغت تجي فيه للعيد. أوكي ما في شيء. عادي فهد للمرة المليون يكون لحظة. أوه أنتم بثرين. تقعد تلحقوني هنا بعد. تستهبل أنتم يا. والله يا السطحة بريال. يب توني بقول. جدكم أنتم. واو. ما قد مشيت في السيب هذا هم معاي بصراحة. والله جايين. أوكي الفخت. الفختة يا عيال. الفختة. صح كده؟ الفختة. تلاحظون هنا هذا كذا فشون مبين لك الأرضية فعادي. شو أنت يعني ولد؟ كم مشوارك؟ ولا يموت. طبعاً الحين بنعرف ليه الدقة هذه والساوند تراك الرهيب يحسسك إنك أنت داخل على حاجة خرافية واللي هي فعلاً خرافية. إنه دراغون ديس دراغون سما حيك. قاعد هنا عشان إيش؟ The Everlasting Dragon. طبعاً هم قالوا إنه دراغون خلصوا لكن هذا اسمه Pray to the Everlasting Dragon. The Everlasting Dragon طبعاً ما تكلم ما تسوي فيه أي شيء. أنا أول ما جيت وأول ما فتح كذا أجنحته عرفت لي فهد قاعد كذا عطوا رفع الشيء قلت أي واو وش ذا الكبير اللي بطاق معاه. بعدين أقرب ما في شيء. طب في بومفاير يا ولد في شيء غلط. أقرب 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 ما في شيء. فهو كفنن تنضم لها يعطيك حجرة. الحجرة هذه تحطها على الأرض أوكي تطلع للشخص في العالم الثاني علامتك. إذا استدعاك فهو إيش يفعل مبارزة بينك وبينه أوكي على الدراغون سكيل على حجر الدراغون سكيل. فالفائز فيكم انتوا الاثنين ياخذ دراغون سكيل. حلو ما في اي ما في اي ما في اي خسائر يعني من الناحيه هذه. فشوفوا هذه عندكم مثلا الكوفننت يمكن الخامسه اللي تركز على انك انت تسوي بي في بي في اللعبه. فهذا اللي كان يميز اللعبه يعني بشكل رهيب جدا 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 انه بعد ما تخلص اللعبه عندك حاجات افكار كثيره في البي في بي تسويها اوكي. لانه كل يعني هذولا الكوفننت هذه لو ترقيت فيها يعطيك حجرتين. الحجره الاولى تخلي راسك دراغون اوكي. الحجر الثاني يخلي لبسك جسمك كله دراغون اوكي. ما هو شيء خرافي لكن انه فيه ميزه واحده انه اذا صرخت يعني صرخت بالدرع اوكي يعطيك بف يقوي الضربه حقتك على ثواني معينه اوكي. حاجه اخيره بامكانك تقطع ذيله. تلاحظون انه فيه له دم بس انه ما راح يموت. انا طبعا في البداية قعدت انغزه اخذنا الدراغون جريت سورد. في البداية قعدت انغزه بعدين يمطح لي شو اسمه هذا قلت بس الحين بيقلب علي وبيلعن سلسفيلي فنجان. بعدين اكتشفت انه للأسف شخص جدا طيب ومالوش في الحاجات هذه. هذا هو الدراغون سكيل طبعا ما راح نقدر نستخدمه ولا حتى باربع ايادي لانه متطلباته 50 سترينث. طبعا فهد حاليا تونا 30 سترينث ف مش النهارده. تمام كذا نكون خلصنا كل مكان في دارك سولز. فعليا كل مكان. انا اتكلم اماكن بشكل عام. في بعض التفاصيل في بعض الاماكن انا سحبت عليها ايوه انا عارف بس اني يعني اذكركم عليها. عرفت اقول لكم انه ترى هناك في شيء ترى هناك في شيء روحوا شوفوا تمام. كذا احنا بامكاننا بكل
راحة وكل اطمئنان ندخل على منطقتنا الأخيرة من هذه اللعبة الخرافية. أنا قاعد عندنا تعطيني 20 في نفس الوقت عشان إذا مت أرجع. طبعا الإيفرلاستنج دراجون كان موجود في العرض، والمنطقة هذه كلها لو تذكرون في العرض في بداية اللعبة كان موجود فيها. فالمصحصح اللي مركز يفترض أنه هو عارف المكان. كلين of the first flame. كلين مجرد اسم. of the first flame يعني من النار الأولى أو صاحبة النار الأولى أو النار الأولى. نحن المكان هذا راح نواجه فيه. طبعا المكان هذا هنا عاد لحظة، يعني شوفوا نهاية اللعبة راح يبدأ حاجة اسمها الفارمينج. لاحظون أول واحد ذبحناه يعطينا تيتانايت شنك. كل مرة تذبحه يعني كل لو الحين أرجع البونفاير ويرجع وأذبحه يعطيني تيتانايت شنك. وأذكركم تيتانايت شنك اللي هي ترفع لنا تلفيل السلاح من 10 إلى 14. فهنا يبدأ الفارم. يعني لاحظوا متى في نهاية اللعبة تبدأ أنت بإمكانك إيش تجمع ماتيريال أوكي لأسلحتك. يعني ما هو بس كذا، يعني هذا الثاني إذا ذبحناه يعطينا إيش، طبعا أعطانا سلاحه يعطيه الحرفية اللي هو سلاحه يعني يعتبر جدا رهيب وجدا خرافي. أنا كان ودي بصراحة إنه جايني من بدري عشان استخدمه بس للأسف ما أقدر استخدمه. طبعا هذه الأروان العادية، هذه الأرتو يسحبها كده من الأرض ومن يعطيها واحدة. يعني ميزتها أنها تسطح لك اللي قدامك سطحة رهيبة، عرفت إنه حتى لو أنت قاعد تلعب بي في بي تلقاه يطير عرفت، فيعطيك متعة أكثر من ال زواي هاندر. زواي هاندر له متعته بس هذيك أكثر، فإن شاء الله إنه تلقاه طار كذا وإذا نزل على الأرض يبدأ ينبط من قوة الطير فتعطيك شعور ساتيسفاينج أكثر. هنا طبعا وين في مكان من الأماكن وين في جثة تأخذ من عندها ملابس البلاك نايت. يس هذه هناك. الحين احنا صار عندنا ملابسهم. راح تلاحظون اللي تو اعطاني الرد اللي هي تسمح لي ان انا اطور النار والكايوس. لاحظتوا وين هذا برضو يعطيني تيتانايت شنك. فاذا جيت مثلا سلاحك نار وسلاحك كايوس تبغى تطوره، للاسف اذا ما قعدت تجمع برا اوكي هذا راح يضمن لك 100% انه كل مره تذبحه ينزل لك الحاجه. فتبدا هنا يعني نهايه اللعبه يبدا الشغل، يبدا هنا فنشون انك تطور اسلحتك، تبدا تجرب اسلحتك، لان التيتانايت تشانك ما تنباع ابدا، ما تنباع مو زي بلاد بورن ابدا ما تنباع، يا اما تجمعها يا اما ما راح تنباع. كذلك الريد وكذلك الحاجات الباقيه، يعني هذه الوايت برضو اللي هي تستخدمها عشان اعتقد الماجيك والديفاين اعتقد. هنا هذه البلو، لا البلو للماجيك، الوايت دقيقة أنا بس عشان إيش فهد ما يقعد فلسف عليكم. لاحظوا البلو إيوه البلو يرفع يطور لكم الماجيك. إذا سلاحك ماجيك فأنت تستخدم البلو، الريد فاير أو الكايوس، والوايت الديفاين أو الأكولت، وتوينكلي طبعا نت شو بس. طيب والكهرباء شي يطورها؟ أقول لك كهرباء تتطور تطوير عادي ولا توينكلي؟ الله ماني متذكر. آه يس الكريستل والكهرب عادي. شوف التيتانايت شانك تطور لك الكهرب، كذلك السلاب تطور لك الكهرب. معلومة نسيتها. وااا إلى الفاينل بوس. أنا طبعا بسكت، أتمنى أني أقدر عليه في أول مرة بصراحة لأنه باكر تستمتعوا.
Soul of Gwyn, Lord of Cinder. Yes. الفاينل بوس كان جوين، الرجل اللي وقف عصر الدراغونز، اللي أحيا اللي أحيا عصر النار. هو كان نفسه الشخص اللي هدد، واللي يعني وجوده يهدد في نهاية عصر النار. طبعاً جوين ما هو بالسهل هذا، ممكن يعني قدامكم يبان إنه سهل، بس إنه هذا بعد ما ضربت معاه كثير بصراحة. و سهل هو في حاجة واحدة أو في حاجتين، إذا سلاحك نار، لأنه من المضحك رغم أنه هو يضربك نار فنقطة ضعفه نار. الحاجة الثانية إذا أنت عم تسوي بري، يعني تلاحظون أنه البري هذه إذا ضبطها بإمكانه ما يلمسك حتى فيها، أنت على طول بس تشتغل كده فيه بري، فهذا اللي يخليه شوية نقطة ضعفة يعني قوية، بحيث أنه يخليه سهل. جوين، Soul of the Gwyn, Lord of the Sunlight، إله أشعة الشمس، and Cinder، هو linked the first flame، الشخص اللي ربط الشعلة الأولى أو النار الأولى أو اللهب الأول. Lord Gwyn bequeathed most of his power to the gods and burned as cinder for the first flame, but even so is a powerful thing indeed. أصبر. بيكويثت أعتقد يعني زي اللي أهدى أو يعني أعطى، هو شوف يا فيها إهداء يا أما فيها أخذ، لأنه يقول لك فانشون most of his power، كل قوته to the gods. يس أعتقد أنه أعطى كل قوته أوكي للإله أو للجمع إله، يعني فانشون كذا إله لأنه gods فيها إس الجمع. and burned as cinder، يا هالي شساب يقول لك انحرق كسندر. سندر اعتقد بعدين صحيح خلاص ما بقي شيء. سندر بصراحة ما اعرف ايش هي، for the first flame يعني اعتقد انه انحرق ك خلنا نجيب جوال، لانه هم مشكلتهم يستخدموا لك اللغة الانجليزية القديمة، ف حاسة بعدين من الكلمات الكبيرة عرفت. أنا أتأكد أول شيء وش هي بي زد. يس قدم، معناها قدم كل قوته للإله أو للآلهات. بعدين عندنا اللي هي سندر جمرة، أوكي الحركة جمرة يعني صار جمرة للشعلة الأولى. But even so, Lord Gwyn's soul is a powerful thing indeed. يقول لك إنه الصال حقت جوين شيء قوي جدا. يا أخي أنا ما أدري ليش إذا جيت أصور معاكم تجيني هيكابس. فعليا أطفي التسجيل ما يجيني شيء. في شيء غريب. فهنا حتى مكتوب لك الشرح إنه contains an incredible power، تحتوي على قوة خارقة. هنا طبعا فهد من سوء حظه ذبح جوين. طالع وراء المكان اللي هو دخل من عنده شافه مفتوح، ففهد ما كان يبغى يختم اللعبة، فقلت خلاص أوكي أنا راح أرجع، لأن أنا عرفت إنه ختام تختيم اللعبة في إنك أنت إيش تروح تولع النار، فقلت لا أنا ما راح أولع النار، راح أولع بعدين، ما لازم أختمها الحين، لسه أنا ما زلت مستمتع ولسه في حاجات أبغى أسويها. فجيت أبغى أرجع طلعت بنهاية ثانية. فهنا عندك نهايتين، النهاية الأولى انك انت تحرق نفسك وتصير انت جوين القادم، انك انت تصبح الجمرة القادمة للفليم هذه للنار، وتبقي عصر النار حي. بينما النهاية الثانية واللي هو شو اسمه المفروض الشخص اللي انا اروح اكلم، بس للأسف فهد جاب العيد وحطيت الخزينة والكونتيرا والمحتوى قبل ما اكلم الرجال، المفروض اخذ المحتوى معاي واكلم الرجال وانا مع المحتوى ما حطيته هناك. مفروض يشرح لك انه اذا انت طلعت من هنا تصبح اللورد الدارك لورد الجديد. حلو، يعني انت بامكانك لك خيارين، يا اما تحيي عصر النار تضحي بنفسك وتصبح جمرة اوكي، يا اما انك تنهي عصر النار وتبدا عصر الظلام وانت تكون ملكه.
صراحة النهاية الثانية أجمل، عرفت أنك أنت تطلع من هنا أوكي بتلقى ناس كلها واقفة كذا تحتريك ثم تنحلي لك، فشيء جميل. أنا راح أحط النهاية الثانية تحت أساس أنكم تشوفوها، لكن بما أنه يعني مو بكلكم مثلي فانشون كذا حقرة ودكم بالنهاية السيئة، فنروح نشوف النهاية الجيدة أو النهاية الكويسة. مكتوب طبعا خيار اللي هو Link the Fire اللي هو أربط النار، فهنا دائما راح دي نربط النار نصبح شعلتها كده. احنا اصبحنا جمرة للنار وكذا عصر النار يستمر. فعليا كذا النهاية، يعني حتى رضاوة ما يعطيك. تشوفون طبعا البروديوسر ميزاكي، أنا طبعا يوم جيت أبغى أطلع جت النهاية الثانية اشتغلت الدقة ذي انهارت فعليا، جاني انهيار عاطفي. اللعبة قعدت يعني أول لعبة في حياتي أقعد عليها 80 ساعة علشان أختمها، 80 ساعة عشان أختمها، كانت بالنسبة لي كابوس، لأنه كل منطقة كنت أقعد فيها 5 ساعات. المنطقة اللي تشوفونها أنا خلصت 100 في ساعة فعليا كنت أقعد فيها 5 ساعات، والبوس قصة ثانية أقعد ساعتين ثانية لين أذبحها. فعلشان أخلص منطقة أسوي بارت، عرفت، أسوي حفلة كذا، أروح عرفت وأسوي نقاهة كذا أقعد ريح نفسي شوي. لعبة بالنسبة لي كانت تجربة جدا جدا مميزة، جدا مميزة. مهما كنت انت يعني ملفل شخصيتك، مهما كنت انت سلاحك خرافي لبسك خرافي، ممكن اتفه حيوان اتفه يعني وحش في اللعبة هذه يذبحك بكل بساطة. وانت لاحظت يعني قدامك قديش انه وحوش كثيرة تافهة بحالي طقطقوا عليه، فهذا شيء بسيط شيء عادي، فتحسسك فعلا انك انت في اللعبة هذه ما انت شخص خرافي، ما انت شخص سوبرمان، انت كانك فعليا انت بني ادم طبيعي انسحبت ورميت في هالعالم هذا وما تعرف اي حاجة. اللي بس ينقذك في العالم هذا هي الخبر، ما تهم، ما يهم انت ايش معاك، ما يهمني ايش لبسك ايش سلاحك. طبعا الناس ختموها بايديهم، ناس ختموها بدفع سلاح، ناس ختموها بالسكين المكسور اللي يجيك في بداية اللعبة. فالمسألة ما هي مسألة انه لفلك عالي ولا شو اسمه شخصيات قوية، لا، المسألة مسألة انك انت خبرة، عرفت، خلاص ضربت مع الوحوش هذولا كثير لدرجة ان انت خلاص صار عندك خبرة، انت عارف متى راح يضربك، متى راح يجيك، ايش الوقت المناسب اللي هو اذا سوى الحركة هذه تشرب. يعني تلاحظون ان انا ما كنت احاول اشرب الا اذا اسوي المسكه هذه، لان اعرف ان وقت المسكه يطول، فعلى بال ما يقوم بالحركه الثانيه انا اكون قد دخلت لي كم جبنه. فهمتوا؟ بس اذا مثلا شربت قدامه وانا مثلا تارك مسافه راح يجيك يركض على طول، اتكلم عن جون راح يجيك يركض على طول ويضربك. فهذه كلها تيجي مع الخبره، تيجي مع انك انت تموت عنده 20,000 مرة لين ما خلاص تبدا انت فاهم. ف اللعبه هذه مهما ختمتها ممتعه جميلة ورائعة، مهما تكلمت فيها ما راح أوفي حقها بصراحة. لعبت ألعاب عظيمة قبلها ولعبت ألعاب عظيمة بعدها، لكن هذه كانت شيء أسطوري، شيء أسطوري حتى الآن ما تكرر. اعذروني يعني أصحاب عشاق بلبورن أو عشاق أي لعبة ثانية يشوفون هي التوب، أنا أتكلم عن شخصي، عن شو اسمه شخصي الرأسي رأيي الشخصي، عكست الكلمة، رأيي الشخصي. ف يعني لا تاخذوا الموضوع بتحيز او يعني انه انا شخص ماني فاهم، لا انا فاهم اوكي، واقول لكم هذه شيء اسطوري بالنسبه لي. اشكر كل اللي تابعني في التختيم هذا ثانيه
حتى اللي تابعني ثواني، حتى اللي يخش يتابعني دقائق ويطلع، أحب أشكره وأقول له يعطيك العافية، أنه يكفيني أنا أنك أنت أصبعك جاء على مقطعي وشغلته، هذا بالنسبة لي يعني كفاية. ما راح أحاول أكون يعني شخص مثالي وأتكلم يعني كلام كبير كذا وأسوي فيها أنا هذا، لا فعلا أنا يعني أقدر الشيء هذا، أقدر الشيء هذا، وأبغى أقول لكم أنه الشيء هذا يعنيني. ما راح أتظاهر قدامكم، ما راح أسوي فيها أنا الإنسان الرهيب، بس اللي بقول لكم الشيء هذا. فتلاحظون هنا يعني رجعنا من جديد، لأنه عرفتوا اللعنة مستمرة. أوكي. مهما حاولت تولع النار فهي تشب وتمر عليها فترة، حلو، وتبدأ تخف، فيجي بطل جديد يحاول يشبها من جديد، حلو، فتولعها تبدأ تخف. أوكي. فتيجي مدري شو. إذا صرت طبعا شو اسمه الدارك لورد، حلو، فأنت أنت مثلا الوحش الجديد اللي احنا راح نيجي نضاربه علشان ايش؟ ننقذ عصر النار هذا. فهذه يعني حتى فكرة انك انت تلعب نيو جيم بلس لها معنى، عرفتوا؟ صح انه ما في شيء جديد في اللعبة، بس انه منطقي، عرفتوا؟ فأرجع أقول لكم أشكركم على المشاهدة، وأتمنى إن شاء الله التختيمة هذه تفيدنا في دارك سولز 3، وأتمنى أنه كان الشرح واضح، ما كان في أي استفهامات في اللعبة. واعذروني على الحاجات اللي فوتها، واعذروني على الحاجات اللي عجزت أقدمها لكم، أوكي، سواء فهاوة مني أو غلطة مني أو تقصير مني، فأرجوكم سامحوني عليها. لكن أنا أضمن لكم أقل شيء أنه عندكم أنتوا استوعاب إيش هو عالم دارك سولز، أوكي، ايش هو دارك سولز. فلما تيجي تلعب دارك سولز 3، حلو، راح تصير عندك خلفيه فكره النار وما النار والظلام والملوك. انا اتوقع دارك سولز 3 ما راح تبعد عن الحاجه هذه، بس ممكن تتغير شوي، لان انا ما زلت اشوف في 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 نار في الموضوع، عرفت؟ في فليمز وفي جمرات وفي شراره، فشلون؟ فاعتقد الموضوع له دخل، بس انه قد يكون بطريقة ثانية في وقت اخر في عالم اخر في عصر اخر، ايا كان يقول. اشكركم على المتابعة. انا لو بتكلم ما راح اخلص بصراحة، فخلينا ننهيها، مع اني احس كده خاتمة ناقصة، بس خلينا عشان ايش لا يطول المقطع زيادة. شوفكم ان شاء الله في تختيمة جديدة، واذا ما راح تشوفوني في التختيمة الجديدة نشوفكم ان شاء الله في دارك سولز 3. اشكركم على المتابعة للمرة مليون، اشكر كل شخص علق، كل شخص شارك، كل شخص سوى لايك، سوى شير، أوكي، أو سوى سبسكرايب علشان السلسلة هذه. وأشكركم على دعمي، سواء كان يعني بشيء ملحوظ بالنسبة لي، يعني أنا ملاحظ دعمكم، أو بدون ملاحظتي أشكركم عليه. خلاص أبغى أقول كلام كثير بس خلاص خلاص. شوفوا إن شاء الله في حلقة قادمة على خير. إلى هنا و بيس.